محترم سيدات والسادة النواب المحترمون، فبداية أريد أن أتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا الزلزال الحوز المفجع، وأدعو الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة وأن يشفي الجرحى والمصابين. فهذه الكارثة الطبيعية كما تعلمون خلفت خسائر جسيمة بالبنيات التحتية والممتلكات، ويعد قطاع الفلاحة الذي يمثل المحرك الاقتصادي الرئيسي في المجال القروي والمناطق الجبلية المنكوبة أحد القطاعات الأكثر تضررا. وتنفيذا لتعليمات جلالة الملك حفظه الله، تم إعداد برنامج مندمج كيخص المجال الفلاحي كمكون للبرنامج الإجمالي والطموح تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. تم يعني البلورة ديال 120 مليار ديال الدرهم لإعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة، وعملت الوزارة منذ البداية على خلق لجنة مركزية وأربعة لجان جهوية ولجان إقليمية ومحلية لتدبير التدخلات ديالها للتخفيف من تداعيات الزلزال على القطاع الفلاحي. تعبئة أكثر من 30 فريق من التقنيين والخبراء على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة لإحصاء وحصر الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي والمجال الغابوي وتقييمها ووضع برامج عمل وتحديد كلفة التدخلات. وبناء على مخرجات التشخيص والتقييم الميداني، تم إعداد برنامج مندمج لإعادة بناء أسس الدينامية الفلاحية وتعزيز التنمية. هذا البرنامج يشمل المجالين الفلاحي والغابوي بواحد الغلاف مالي يقرب من 10.3 مليار ديال الدرهم. فيما يخص المجال الفلاحي 7.6 مليار ديال الدرهم، ويرتكز على ثلاثة المحاور. أولا المحور الأول كيتعلق بالبنية التحتية الفلاحية عبر تهيئة وخلق 1153 كيلومتر من المسالك الفلاحية القروية، حماية الأراضي الزراعية من الانجراف بواسطة بناء الحواجز الصخرية، تهيئة وإعادة بناء 718 كيلومتر من السواقي بدوائر السقي الصغير، إضافة إلى تهيئة وخلق نقاط الماء، إصلاح وتهيئة 92 وحدة لتثمين المنتوجات الفلاحية ومقرات التعاونيات الفلاحية المتضررة. المحور الثاني كيهم تهيئة وتأهيل تجهيزات الاقتصاد الفلاحي في المجال القروي من خلال أولا تهيئة واستصلاح 33 سوق قروي أسبوعي، تهيئة 13 مجزرة منها 3 المجازر خاصة بالدواجن، تهيئة 680 ملجأ للحيوانات والاستبلات والحظائر. المحور الثالث كيتعلق بإعادة بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش سلاسل الإنتاج الحيوانية، وكيضم 40 مشروع للفلاحة التضامنية، توزيع 650 ألف قنطار من الشعير، تعويض الأغنام والماعز والأبقار المفقودة لكسابي المناطق المتضررة. فيما يخص المجال الغابوي، يقدر الغلاف المالي لبرنامج تدخل 2.7 مليار ديال الدرهم، ويتمحور حول تعزيز المحافظة على المياه والتربة، تهيئة المجال الغابوي من خلال استصلاح الأحواض المائية والغابات، تطوير وتعزيز السياحة الإيكولوجية في المنتزه الوطني لتبقال، وتوزيع 5000 فرن محسن وتوفير 10000 طن من حطب التدفئة. وسيتم تنزيل البرنامج على مدى 5 سنوات عبر مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة استعجالية وكتهم هذه السنة، وغادي تبدأ من شهر أكتوبر بتكلفة مالية ديال 611 مليون ديال الدرهم، وسيتم خلالها إصلاح الأضرار والخسائر التي خلفها الزلزال لتمكين الفلاحين من استئناف أنشطتهم الفلاحية. المرحلة الثانية هو تعزيز التنمية في هذه المناطق عبر مشاريع جديدة لتقوية وتسريع تنزيل المخططات الإقليمية استراتيجية الجيل الأخضر لتحديث نظم الإنتاج وخلق فرص الشغل وتحسين دخل الفلاحين. وقد انتهينا من تهيئ كل تفاصيل صفقات برنامج المرحلة الاستعجالية، وإن شاء الله ستنطلق الأشغال في الميدان غدا الثلاثاء إن شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.